كلها ومع الفنانين ومع الحضور، وإن شاء الله أن نحضر فيلم جميل إذا الله، إن شاء الله نتمنى إن شاء الله للإمارات والشباب الإمارات وكل الوطن العربي كل سنة يقدمون هذه الأفلام الجميلة. أين تجد اليوم موقع الدراما الإماراتية على الساحة العربية؟ يعني تختلف مثل ما كانت قبل، طبعا الحين كل ما جاءت سنة تتطور الدراما المحلية والسينما وإلى آخر. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هذه مبادرة صراحة زينة وممتازة، ونحن نتمنى يعني أن نحصل مثل المبادرات وأكثر، لأن شباب الإمارات ما شاء الله عليهم محتاجين، مش محتاج الحمد لله الدعم وكل شيء، لكن محتاجين للدعم أنهم يعني ينجزون شيء، وهذا إن شاء الله بيصير. والآن نحن مثل ما تقولين الحين حتونا في مش في البداية طبعا، بس نحن نقول كذي، لكن نحن من زمان بعدين، بس الشباب ما، لأن أنا اللي أعرفه أنا واحدة منهم يعني متخوف من شيء اسمه، لكن الحمد لله مبادرة هاي طيبة، إن شاء الله نحصل الكثير والكثير. والله السينما موجودة، لكن كانت دائما تؤخذ باسلوب هوليوود او بوليوود. احنا حبينا نقول لا، في سينما اماراتيه، انت مو بشرط انك تحط يعني عشرات الملايين من الدولارات اساس تنتج فيلم يوصل للناس. بعض الاحيان البساطه هي اول وسائل النجاح.